امبارح وعلى سهوة كل التقارير أكدت إن برشلونة خلاص أتم التعاقد مع جوندوجان بشكل مجاني وبعقد لمدة موسمين قابل للتمديد لموسم تالت، وكمان براتب قالوا إنه قريب من 9 مليون يورو في السنة. البعض خد الخبر بصدر رحب وانبسط، والبعض الآخر خده بسخرية إن برشلونة رايح يتعاقد مع لاعب عنده 33 سنة بس علشان مجاني، وإنه خلاص بقى فريق عواجيز. سيبك انت بقى من ده كله، هل برشلونة اندحك عليه في الصفقة دي؟ وهل فعلا جوندوجان صفقة مهمة؟ طب ما تيجي نشوف. رقم 1، تعدد المراكز. اولا يا صديقي لازم تبقى عارف ان جوندوجان بيلعب في مراكز الوسط التلاتة، لاعب ارتكاز ولاعب محور وصانع العاب. ارتكاز لما جوارديولا بيطبق اسلوب الاستحواذ المطلق على الكرة قصاد فرق ما عندهاش قوة هجومية كبيرة، ولعب في المركز ده الموسم الحالي حوالي 9 مباريات، سجل 4 اهداف وصنع هدفين. وكمان لاعب محور وهو مركزه الاصلي واللي بيضمن له تحرر هجومي، ولعب في المركز ده حوالي 25 مباراة الموسم الحالي، سجل برضو 3 اهداف وصنع 3، وبيلعب كمان صنع العاب. والمركز ده لعبه كتير في دورتموند والسيتي، ولعبه الموسم الحالي حوالي 14 مباراة، سجل 4 اهداف وصنع هدفين. يعني في كل مركز كان ليه تأثيره وليه طريقة لعب معينة. رقم 2، الحفاظ على الهوية. في كل موسم بيتعرض بدري لإصابة أو 2 وبيغيب عليهم فترة، وده بسبب ضغط المباريات ولعبه مع أسبانيا وبرشلونة كل المباريات دي من غير راحة. فمع غياب بدري بيظهر تأثر هجوم برشلونة بغياب صاحب اللمسة الفنية في التلت الأخير، زي ما حصل في نهاية الموسم، وتشافي غير خطة اللعب مخصوص علشان يلاقي حل. لكن بقى مع وجود جوندوجان الموضوع هيكون عادي، لأن أولا بدري مش هيلعب كل المباريات ولا كل الدقايق وهياخد فترات راحة. ثانيا لو غاب للإصابة ففي لاعب لمسته الفنية ما تقلش عنه وقادر يلعب نفس الدور وبمعدل تسجيل أعلى كمان. ولو حصل مثلا وغاب ديونج فقبل كده كان البديل كيسي وهو النقيض تماما في طريقة اللعب، ولكن مع وجود جوندوجان مش هتحس بفرق، يعني الصداع ده خلص. رقم 3، القيادة. مع نهاية الموسم برشلونة خسر أغلب قادة الفريق، بوسكيتس وبيكيه وألبا، وما فضلش حد ليه خبرة كبيرة في الفريق غير ليفاندوفسكي، وبدرجة أقل شوية اللاعب شتيجن. وبرشلونة كان محتاج يزود عدد القادة في الفريق، ولو انت خدت بالك جوندوجان ده هو كابتن مانشستر سيتي باختيار اللاعبين والمدرب، وكان ليه تأثير واضح على المجموعة ككل. عامل القيادة كان مهم كمان في الصفقة. رقم 4، سرعة الانسجام. تعرف جوندوجان هدف لبرشلونة من امتى؟ من 2016 لما تشافي ساب الفريق وظهر في مشاكل في بديله. وده ليه؟ لان جوندوجان مناسب لفلسفة برشلونة، وده من ساعة ظهوره في دورتموند، وده اللي ظهر بشكل واضح مع جوارديولا في مانشستر سيتي. نوعية الكرة اللي بيلعبها برشلونة او السيتي او الفرق عموما صاحبة فلسفة الاستحواذ والتحرك بدون كرة بتعتمد بشكل أساسي على فهم اللاعب للأسلوب ومراحل اللعب، وجوندوجان مولود فاهم اللي بيحصل. رقم 5، التكلفة. في ظل وضع برشلونة الحالي ما تقدرش تنكر ان تكلفة اللاعب بتكون اهم عامل في الصفقة. فبرشلونة مثلا ما يقدرش يشتري لاعب بسعر كبير او براتب كبير، ولكنه بيفضل يتجه للاعيبة مناسبة لأسلوب اللعب وفي نفس الوقت مجانية، وفي المقابل هياخدوا راتب مقبول وفقا لسقف رواتب النادي. يعني كل ده ينطبق على جوندوجان. في نقطة أخيرة صديقي وهي عامل السن، ولازم تاخد بالك ان مع وسائل الاستشفاء وأساليب التدريب ونظم التغذية عمر اللعيبة بقى أطول في الملاعب، بالعكس ده بقى في لعيبة بتبتدي تتألق بعد سن الـ30. يعني موضوع السن ده بيتوقف على قدرات اللاعب البدنية وعدد إصاباته، وفي حالة جوندوجان الموضوع جيد جدا، خصوصا انه مش جاي خيار طويل الأمد. برشلونة كسب صفقة ممتازة للفريق وقادرة تغير كتير في عمق التشكيل، ولكن هنستنى بقى بداية الموسم علشان نتفرج جوندوجان هيعمل ايه.